كفتة البطاطس، كفتة البطاطس. الرز بتاعي اهو بدأ يفرد جناحه، بس برضو لسه اللحمة بتاعتي عندي ما جمعتش، يعني بعد 5 دقايق من دلوقتي ابدأ اعمل ايه، احط الرز. دي البطاطس بتاعتي، عندنا كفتة تونة بالبطاطس اهو، هنقلب في بولة كبيرة. ادي البطاطس بتاعتي، طبعا لما اجي اسلقها اقطعها. ادي التونة بتاعتي. يا عم انا جيت يمتك، حقك عليا، انا اللي بحب. طيب ماشي، تتبلوا عليها بقى، خلي بالكم انتوا كده. بصفي الميه بتاعتها، لما اجي اسلق البطاطس دي يا جماعه اصفيها كويس قوي، لو طولت ان اصفيها على فوطه عشان تشف الميه منها افضل. حبه زعتر اهم، حبه كمون، شويه جوز الطيب، نعناع ناشف، ثوم، بهارات، وادي اجز. كده الكلام ده كلام جميل وسليم وحلو اهو، لسه الملح والفلفل. اعمل حسابي في الملح عشان خاطر هي التونه فيها ملح اهو. نعمل ايه بقى؟ هاند بلندر، ما تضربهاش في الخلاط. حاضر، والله ما انا جايب حاجه تانية بالهند فيك. كده حبه بقسماط، حبه البقسماط دول بيعملوا لي عمليه ربط فيها اهو عشان ما تحلش مني، وهي كده كده واخده بيض. ممكن نعملها قراص او ممكن نعملها كفته زي ما انتوا عايزين. في كفته صناعي، في كفته صيامي، خلي بالك. بتقول لي احطها على الجريل تبقى دايت. ماشي حاضر. طيب كده نعمل ايه بقى؟ نصلي على الرسول. قال لي مانيش عارف اعمل ايه. ده البيض واللبن ادي اهي، ناخد شويه من اللبن ده كده. ادي البيض، سيليكشن، طيب كده نجيب دول هنا اهو عشان نوسع على نفسنا زي ما قالت. يلا ايه نشتغل. نعملها في كورن فليكس ماشي، في بقسماط ماشي، اي حاجة انت تحبيها احنا نحبها. كده عندي ادي، بسم الله الرحمن الرحيم. التانية اهو، اذكر الله وصلي على الحبيب.